شخصيا بتجتهد، ولكن ادارتي لموهبتي ممكن ما تبقاش جيده. استمتع، بنبسط طبعا، بنصور في الظروف حر، الظروف برد، السهر، بس يعني هو ده لطيف. يعني بننسى، ما مش عايزين نروح يعني، لان احنا اساسا يعني زخته مهران غبي جدا، منفعل دائما، مستعجل دائما، فشخصيه كده لذيذه. وسعيد حامد عمل منها حاجه لطيفه يعني.